رجعنا لك مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة حنتكلم عن التعاطف والمساندة والمؤازرة اللي تعتبر من أساسيات العلاقات الإنسانية. لكن ماذا لو زادت عن حدها؟ وماذا لو أصبح الإنسان يتفاعل مع مشاكل الآخرين بشكل مبالغ فيه حتى يفقد كل طاقته وأيضا تؤثر على نفسيته بشكل سلبي؟ مشاهدينا، في هذه الفقرة رح نتكلم عن الجوانب المظلمة للاهتمام المبالغ فيه، وحتى نتكلم بتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ متعب المرشدي، مستشار نفسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ متعب، نورتنا اليوم. الله يعافيك، أهلا وسهلا بكم جميعا، شكرا لك. زي ما كنا بنقول في المقدمة أنه طبيعي أني أنا أتفاعل مع مشاعر أو مشاكل الآخرين، لكن كيف ممكن هذا التفاعل المبالغ فيه يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للإنسان، وكيف ممكن يكون تدرج هذا التأثير؟ جميل جدا، زي ما قلتي أيضا أنت أنه هذا أمر لا بد منه، اللي هو أنه الإنسان يكون يعني لديه الذكاء العاطفي في التعامل مع المجتمع، الشعور بالآخرين، الإحساس، الاهتمام لهم، مراعاة ظروف الآخرين، مراعاة مشاعرهم. لكن تخشى دائما أنه يعني الأمر يأخذ أكبر من الحجم والحيز، مما يشكل مشكلة شخصية على الفرد، وأيضا المشكلة تتعدى على الآخرين أو الأشخاص اللي أيضا بيتعاطف معهم. فالتعاطف أمر لا بد منه، إحساسك بالآخرين، مشاركتك الوجدانية لهم، اهتمامك بهم، مراعاة مشاعرهم. لكن القضية تختلف من أن تكون تعاطف مشاعر أو تعاطف معرفي أو تعاطف منظم. يعني إحدى يعني تعاطف الشعور يكون دارج بين الناس العاديين يعني والأشخاص، لكن وهذا هو الذي يشكل المشكلة إذا زاد عن حده. فتجده يلجأ فيما بعد أنه يقول لك أنا بديت أتأثر، أنا جالس أعاني، لدرجة أن العلاقة نفسها ربما تتأثر من هذا اللجوء، لأن الشخص أصبح أصلا يرهقك. فكل ما كان سلبي، علاقة توكسس، أنت جالس تعاني من هذه العلاقة، كل ما أصبحت تجد أن هذا يسبب لك توتر، قلق، نوع من أنواع الاضطرابات النفسية الفعلية المزمنة، ممكن يصاحبك مزمنة. طبعا التعاطف هذا اللي هو بالمشاعر، لكن في تعاطف زي ما قلت لك المعرفي، وهذا يلعب دوره المعالجين النفسيين. أنا ممكن أتعاطف معك معرفيا، أنه أفكك أفكارك بطريقة معرفية، وناقشك في الأشياء اللي أنت تتبناها، ممكن أعيش شعورك لكن بتوازن. أنا ما أقدر أحل محلك في النهاية، لأن ممكن يجي بعدك واحد وآخر ورابع وخامس نفس المشكلة. صحيح. طيب إيش هي المؤشرات اللي ممكن تبين أني أنا الشخص أهتم بزيادة، أو أني أنا وصلت إلى المرحلة الغير طبيعية أو الغير مقبولة؟ جميل جدا. طبعا المؤشرات هي تختلف من فرد إلى فرد، لكن لما تقولي مؤشرات علمية أو أساسية، أولا يسمونه يعني الوعي الذاتي، مدى إدراكك أنت لنفسك. هل أنت حاليا تشعر أنك لما تتعاطف مع الآخرين أنت قاعد تنجح، قاعد تتقدم؟ يعني أنا مثلا تعاطفت مع رؤى، تعاطفت مع ندى، هل أنا قاعد أقدم مساعدة؟ ممكن أني أنا أدخل معك في مرحلة من الحزن، فلا أنا استفدت ولا أنت استفدت. صحيح. تتألم من ألمك فأجلس أنا وأنت مثلا، ولا قدمت لك شيء، ولا بالعكس، بدل ما أحيانا الاستماع هو بحد ذاته فايدة. هذا أكيد جانب، التفريغ بالكلام والعلاج بالكلام والعلاج، هذا أمر طيب. لكن المشكلة بعض الناس ندى يرتفع عنده المؤشر التعاطف لدرجة أنه يتأثر. يعني يتصل فيك مثلا يقول لك والله في أطفال مظلومين في آخر الأرض، مثلا في أشخاص شفتهم غرقوا في موية، طب فيقعد يبكي، يحزن، ما يخرج، يتألم، ممكن العمل ما يروح العمل، ممكن يتأثر حتى علاقته الشخصية مع زوجته وأولاده، تلقينه يتأثر حزين. ليش؟ يقول لك والله قرأت قصة في تويتر أنه واحد صار له كذا مثلا، أو منصة كذا أو كذا. فتجد أنه يعني أي موضوع من هذه المواضيع يقعد يدمر نفسيته من الداخل، يتآكل في داخله، شغله تعطل، مصالحه تتعطل، حياة قراراته تتعطل. طب هل هذا التعاطف منطقي أو عقلاني؟ لا طبعا، أكيد شيء زايد عن حده، يعني جالس يؤثر عليك. فزي ما قلت لك عنده مثلا معرفة الوعي الذاتي، أنا قاعد أشوف الوعي الذاتي عندي يتأثر. أيضا العلاقة أو التعاطف مع الآخرين بدأ يؤثر على حياتي الشخصية، على قراراتي. مثلا أنا عندي اجتماع، عندي عمل، عندي سفرة،
فأجد أني ما عاد أستمتع بها لأن عقلي مشوش ومشغول بالتعاطف مع الآخرين أو مشكلة فلان اللي حكاها لي. أنا لاني قادر أساعده ولا قادر أخذ حل، لكني بدأت أتأثر مما أثر على قراراتي وحياتي الشخصية. هذا اللي خليني أقول ربما زي ما كنت بقول لك تحت الهواء مستوى الأدرينالين في العالم بدأ ينخفض لتأثير الإعلام في نقل الكوارث والحوادث وكثير من الأمور، وأكيد إحنا كبشر إلا لما نشوف هذه الأشياء نتأثر بشكل أو بآخر. طيب صحيح. خليني أسألك عن موضوع مهم. ذكرت أنه في بعض أنواع التعاطف المعرفي أنا قادر أني أفكك لكن أنا ما أتأثر، كيف الواحد يحط هذا الحاجز؟ كيف يوصل لمرحلة أنه ما يتأثر لما يستمع للآخرين أو حتى يشاركهم بعض مشكلاتهم؟ جميل جدا. خلق التوازن هو يعني سمة من سمات الذكاء العاطفي أو الانفعالي عند الأشخاص، تنظيم مشاعرك، تنظيم قراراتك، تنظيم تعاملك وتفاعلك مع الآخرين. العزل أو عزل المشكلات اللي تحصل، أنا أعزل مشاكل العمل عن مشاكل البيت. مثلا مديري اليوم صاير بيني وبينه مشكلة، أرجع لبيتي وأتضارب مع أولادي، أتضارب مع زوجتي، ليش؟ عشان المدير. هنا أنت ما عندك الذكاء عاطفي فعلي لخلق توازن. ممكن أنت عندك مشكلة شخصية في بيتك أيضا ما تأخذها للعمل، تروح للعمل تلقاك مثلا مع التيم تتضارب معاهم وزعلان، ما أنت قاعد تؤدي مهامك بشكل سليم، ليش؟ تربط أحداثك. طبعا أنت عشان توصل لمرحلة خلق توازن هي المسألة أيضا تحتاج تدريب للنفس. أولا تعلم يعني أن نفسك غالية عليك وثمينة، تعلم قيمة نفسك جيدا، تعلم أن لديك قدرة وقدرات واستطاعة أنه أنت تستطيع أن تفعل ذلك، يعني في النهاية I can't do it. أيضا حاول أنه تتحدث مع نفسك زي ما قالت ندى، الحديث أحيانا هو علاج، أنك أنت تقسم أو تخطط المشكلات. أنا أعاني من المشكلة الفلانية، أعاني مثلا من أنه قاعد أتأثر بالآخرين، أعاني أنه قاعد أنا أخلط مشاكلي مع مشاكل شخصية مع العمل مع الأسرة مع البيت مع الأصدقاء. فأحاول أنه أحزل وأصفي زي الفلتر كذا، أصفي مشاكلي. ما يمنع أنك تأخذ استشارة، تتحدث مع صديق حيال هذا الأمر يساعدك، تجلس مع نفسك جلسة يعني مصارحة وتفكيك لأفكارك ومشاعرك وتستشعر قيمة نفسك في النهاية وأنك قادر على اتخاذ هذا القرار. وتدير الوقت عندك أيضا مهم جدا، ترى كثير من الناس يتعاطفون حتى على حساب أوقاتهم فيجد أنه يعني ينسرق منه جهد كبير. صحيح. طب لو أنا كنت شخص يعني حساس بزيادة وعاطفي بزيادة وأشخاص كثير يجون يشتكون لي، هل الحل أني أنا أتوقف عن الاستماع لهم أو إيش هو الحل؟ جميل. شو ندى، المسألة دائما أنت ليش أصلا صرت كذا؟ فإحنا لما نبحث في الهيستوري حق الأشخاص أو التاريخ السابق تجدين إما أنهم أشخاص تعرضوا لمواقف تعريف أو مواقف جرح، أو فتجد عنده فعلا عاطفة جدا اتجاه الآخرين، يهتم في الآخرين، أي أحد يتحدث معه يراعي مشاعره بشكل تلقائي. أيضا ربما يكون صدمة معنف، لكن أيضا حرمان من شيء معين أو حرمان من الأمان في الأسرة أو حرمان من العاطفة أو الخذلان من مواقف معينة. فعلا إحنا نقول للأشخاص توقف، هذا حل سلمي. إذا أنت ترى أنه حتى الشخص لما يتصل عليك وتعلم أنه يتصل عليك وقاعد يشتكي لا ترد، ممكن الطرف الثاني يزعل علي. طيب لا، عود نفسك أنك تقول لا، أعتذر منك. لا تضحي، يعني دائما يعني نفسك أولى بالحب وأولى بالعطاء وأولى بالتضحية. إحنا ما نقول لك اهجر الناس واكره الناس، لا، أنت حب الناس وتعامل مع الناس وساعد الناس قد ما تقدر، لكن ليس على حساب حياتك الشخصية أو النفسية. أنا ما حزعل، يعني الله عز وجل يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم، أنا أمارس التوكيد الذاتي حقي، ارجع يا أخي لا تجيني. طبيعي. هل هذا ممكن يؤثر على مستوى العلاقات الاجتماعية أو الواجب علي أني أحاول الطرف الثاني اللي يعني متعود أنه هو على سبيل المثال أنه يشكي لي ويفضفض لي وأنا بدأت أشعر أنه هذه العلاقة سامة وتستنزف مني طاقة وسعادة وغيرها، مش الأولى أني أخذ معايا إلى طريق النور على سبيل المثال، أخليه أكثر إيجابية، أحاول أخرجه من المود اللي هو فيه، ولا أنا مش مضطرة؟ أي ممتاز. انت اذا انت قادر تساعده وتاخذه شيء حلو، احنا نقول لك جهد، لكن بعض الناس يقول لك انا ماني قاعد اشوف اني قاعد صح. انا جالس اتاثر. انا جالس اتدمر واتدهور داخليا بسبب هذا الشخص. اذا انت تستطيع ولديك القدره والملكه في انك جالس تدير علاقتك مع هؤلاء الاشخاص جهد، لكن في النهايه يعني ممكن انت مجبور انك تراعي ظروف العالم والمجتمع والناس كلها، حتى الاصدقاء ماني مجبور انا.
وفي بعضهم عفوا استاذ متعب ترى في بعضهم ترى طبعهم كذا، في بعضهم طبعهم انهم يكونوا شكائين بكائين، دائما يشعر انه هم الضحيه، دائما يشعر انه هم مطلومين. فهذه الشخصيات ما راح تتغير، هي مو قاعده تعاني من مشكله، هي اصلا المشكله. صحيح، في شخصيات، هذه شخصيات دراماتيكيه. أيه؟ اللي هم الدراميين. أيه؟ يلعب دور كبير، وممكن يكونون اشخاص هستيريين، استجلاب العطف واستجلاب الرحمه زي ما قلتي انت. هؤلاء اصلا من اسس العلاج في الطب تجاهله. واو. خليه يمثل، خليه يبكي، خليه يسكر الغرفة وحزين، خليه عادي عادي. طبعا. لأنه مصيره حي يصحى يعني. صح. يفيق. لكن لما أنت تقعد تعزز عند الشعور بسم الله عليكم عليش وحناس فيه خلاص، يبدأ ينمو داخله. صح. تلقين يكرر العملية مرة ومرتين وثلاث. طيب أستاذ متعب، أنت كمختص نبي نسمع منك كده وصفة سحرية للاتزان، في أنه الشخص يقدم المساعدة من غير ما يوصل للاستغلال أو الاستغفال. جميل. هو دائما يعني زي ما قلت انا واعيد واكرر، الذكاء العاطفي مهم جدا، الوعي الذاتي، تقدير الذات، اعلم ان نفسك تستحق كل غالي وثمين، اعلم ان نفسك غاليه عليك، انت لست يعني مسؤولا عن مشاكل الاخرين او الوقوف بجانبهم بشكل يهدر طاقتك وقوتك، لست يعني ارحم بهم من ربهم، هذا امر مهم جدا. ايضا في قاعده يعني احبب لكن لا تضحي، أعطي لكن لا تشرف. ممتاز. نفسك أولى بالحب والعطاء. شكرا لتواجدك معنا أستاذ متعب المرشدي مستشار نفسي، شكرا لك. الله يحفظكم. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل ومن بعدها نتكلم عن أبرز مشاكل الشعر بين الأسباب والحلول.